أكدت وزيرة البيئة أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الهامة للتصدي للتغيرات المناخية، مشيرة إلى إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية التي لابد أن تراعيها المشروعات خلال جائحة كورونا، والتوجه نحو تخضير موازنة الدولة وجعل 50% من المشروعات التي سيتم تنفيذها مشروعات خضراء تراعي البعد البيئي. كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ومشاركة القطاعات المختلفة. جاء ذلك بحضور السفير ماجد السويدي نائب رئيس التنفيذي لمؤتمر المناخ 28، والدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الجلسة ناقشت الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتغير المناخ على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والروابط بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي والفقر وعدم المساواة في المنطقة، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأطراف 27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.